نخاطر خدمت جويلية وأوت دونك الروتور متاعي بش يكون في بداية أكتوبر إن شاء الله 10 أكتوبر في زونة ذيكا مش نفس البرامج أثناء قلت أنا معناتها كنت قلت هنا فيها فين بش نتخلى على البرامج بالكرونيكوريت أنا راها حسب رأي حاجة وتعديت حسب رأي زي كونسومي وفيت حسب رأي معناتها بيانسور راها حاجة كونسومي وفيت نكرر وإحنا دعوشنا أكثر من لازم عملنا برشا غلط مي نراها باهي دونك في البرامج فما نوع تجديد باش نرجع دونك نهار السبت ديما لاباس اللي هو موسم العاشر معناتها من اقدم برامج في تونس باش نرجع الديكور روفيزيتي شويه باش يتبدل يرجع شويه كما قبل ولي كونسيبت باش يدخلوا فيهم اكثر حاجات سوسيال وضيوف من المجتمع من ناس مواطنين عاديين باش يدخلوا باش ياخذوا مينيموم ساعه من جمله الساعتين ونص نتاع الحصه هذا جديد انه باش يكونوا مواطنين عاديين مواطنين عاديين عندهم حكايات والديكور باش يتبدل ودونك فوالا معناتها باش تكون حصه كالعاده نتاع نهار 17 حصه ترفيه هي ترفيهية نجوم تستدعاهم أيضا وفنانين موجودة حاجة أخرى بالنسبة لنهار ثلاثة دونك اون بروميير انه نعمل زوز برايمات فرد وقت هذا السؤال البارح قرينا خبر من النوع هذا وغريب شويه تحكي عليه ناس ما فهمتش انت سالت سؤال سؤال اخر هذا اي باش نلمح نجم نتفاعل معاك ولا تحب تفضل ليه خاطر سالني سؤال حتى نكمل زوز برايمات فرد باش نرجع لك زوز برايمات بين غريب للناس كان تفسره لك جوستومون معناتها ما قعدنا نخمو احنا الصيف كامل باش نرجعوا بدو برايم ومختلفين البرايم الاول اسمه الامير اللي هو من 8:30 ل 9:30 تاع الليل الامير تيلي رياليتي كونسيبت تاع التيلي رياليتي يعني شو يحب يقول بمعنى مش تيلي رياليتي معناتها ناس مخبين وكذا عباره عن لقاء بين بنات ولاد للتعارف في الاخر باش نختاروا كوبل ولا اثنين ولا ثلاثه اللي احنا باش نكملوا لهم حياتهم ونعرسوا لهم وكذا باش تكون دونك مجموعه من البنات ولاد وحصص نتاع تعارف ولكن التعارف يطرح الاشكاليات معناتها باش يكونوا مع برشا فقرات برشا ضيوف برشا روبورتاجات برشا احصائيات باش نطرحوا مشاكل الكوبلوات مشاكل الثقه مشاكل الخدمه مشاكل البطاله مشاكل الخيانه مشاكل اللي تطرح بين الكوبلوات في علاقات مباشره يعني باش يكونوا الابطال ناس عاديين اللي في كاستينج معناتها باش يتكلموا باش تكون حصه مباشره يعني مباشره بين ولاد وبنات ونطرحوا فيها المشاكل الامير هو الشخص اللي باش يعرس معناه هذا الامير هو اللي اي باش معناتها بما انه ماي كراش معناتها الشخص اللي مضروب فيا ولا اللي انا مضروبه فيه معناتها بالنسبه الامير ولا فارس احلامي ولا فوالا لكن مش الهدف فيجا تعرفوا عرسه لا الهدف انه باش نعملوا علاقات وباش نقعدوا نتبعوهم وال احسن كوبل اذا يحب يعرس في اخر العام باش نتكفلوا له بكل شيء ممتاز هذا من 9:30 حتى نص الليل لمن يسهر فقط حصه فيها ضيوف ما فيهاش كرونيكوريت لكن فيها معناتها سي لو تريتمون دو لاكتواليتي هذا تشبه شويه نضحك معنا اما من غير ضيوف ومن غير سكتشات لانفورتيمنت اللي فيها كل مره نختاروا 3-4 دومين ونعطيو البوزيتيفيتي قداش نسبه الرضا نتاع التوانسه على المجال هذاك التربيه التعليم الصحه الرياضه الكوره الاحصائيات والارقام نمشي بالارقام باش يكونوا زاد صبر اراء نعملوه زاد من خلال اراء ضيوف معناتها اللي باش يكونوا اربع ضيوف في كل حلقه مع دي كرونيكور مش دي كرونيكور مقدمي فقرات وروبورتاجات وحاجات هكا فما وجوه جديده ولا نفس الفريق باش يقعد معك او معناتها نفس الفريق معناتها فما معناتها ما عادش فما حتى كرونيكور لكن كي يدخلوا يعملوا فقرات نحكيو مثلا فما على جدد وفما القدم فما جدد زين رمزي فما زين ورمزي وبلال وصادق وفما وجوه جديده معناتها باش تقدم حاجات جديده فما جديده صار الكاستينج صارت هذه ما يصير معناتها عملنا كاستينج احنا من اول الصيف من جوان اخترنا برشا ناس زاد على الانترنت لي انفلونسور اللي عندهم على الانستغرام على الفيسبوك عملنا ان كاستينغ اخترنا ناس بدينا نخدموا معاهم في معناتها في تجارب اللي معناتها خاطر فما سيبل انا ريتها حسب رايي بطبيعه هرب علينا شويه السيبل نتاع 15-25 سنة حتى بالأرقام ما يتفرجوش برشا في التلفزة في تونس وما عندهمش الثقة في التلفزة في تونس ويعتبروا أنه التلفزة في تونس تخرم وتهز وتثبت وكذابة وما يفهموش وما همش إين دونك سيبلة ذيك اللي سنة نحبوا نقربوا منها شوية أسنان نخدموا على سيبلة ذي زوز برامج هذوما تلقاهم في سهرية ثلاثة فوالا سهرية ثلاثة دونك أول مرة في تونس باش تكون زوز برامج بزوز ديكورات مختلفين ومش مصورين فرد النهار ومختلفين تماما معناتها واحد تيلي راليتي فيه يوم
يوميا على الاقل 14 15 واحد من من, من الشارع باش نتقابلوا معاهم في ديكور بنات ولاد والاخر لاكتواليتي ونجوم من كل المجالات باش يحكي. الفكره موجوده في العالم تاع الامير، موجود الكونسيبت هذا في في بلدان اخرى، لبنان مثلا فما منه؟ لبنان فما برشا. الفكره هذه اللي احنا عملناها انسبيري، لا فما في، شفت في امريكا، شفت في بريطانيا، شفت في موجوده في برشا دول، اما مش نفس الطريقه، لانه احنا مثلا مدخلين العائلات، مدخلين لهم، فما روبورتاجات، فما دي كاميرا كاشي نعملوهم، مثلا يجي واحد يقول انا كذا وحنين ودرا شنو، نكونوا احنا عاملين له كاميرا كاشي، واحد يطلب في الشارع مثلا نبزو ولا بغسو، عندنا مثلا كي واحد يختار طفله امه بالتليفون، لا هذيك ما تعرفش طيب، هذيك مش كذا، معناتها التونسيه شويه الحكايه، وباش نعيشوا مع الكوبلوات هذوما ونفهم بعد ما توفى الحلقه ويختاروا بعضهم باش يكونوا دي روبورتاج وين وصلوا، يا اما تفاهموا ولا ما تفاهموش، وفي اخر العام يلزم فما اموا ان كوبل هو اللي يربح. واضح. هذا الامير واللي من يسر فقط تلقاهم كل نهار ثلاث ديما لاباس، الموسم العاشر اقدم برنامج في تونس مع واحد من ثاني اقدم يظني عندي ما نقول لك القديم عنده 13 سنه، ثاني اقدم برنامج ديما لاباس بعد لحد رياضي طبعا. انت اي لحد رياضي، اي لحد رياضي والنشر الجوي والواحد حاسبوا انا ما حكيت لكم ياسر، لحد رياضي اقدم، اما معناتها نعتبره نفس المنشط وغيره، دونك فوالا. اما انت تقول ما يبدلش، مبدل، معناتها مبدل البرامج والعباد اللي تخدم معايا، والعباد اللي تخدم معايا عندها برامج، دونك بالعكس قلت يبدل لكن وفي، تبدل ووفي. هوني فما بارادوكس شويه، جدد البرامج يعتبر مع تدخل وفي، كي نلقى عندك 10 مواسم في نفس البرنامج، كي نلقى عندك الفريق هو بيدو، وفي كي نلقى نفس الزوجه رغم الشهره نتاعك سي نوفل حتى هي مشهوره يعطيها صحه وفي. لا ما وفي تتقال في الحياه الشخصيه مش في الخدمه، باهي وفي عاداتك وتقاليدك، معناتها انت كان تجي كفر وتخرج من اف ما تسميش خاين، شفت حكايه اخرى تو نحكيو بعد على نسبه الوفاء في الانتقال بين القنوات. فاصل صغير وراجعين مكملين حوارنا مع نوفل الورتيني. مرحبا.